انها مش تشرب معاكم مش بس دي الزيت ديالها، لا الخضره كلها دايرها صايبه حيت ما غاديش نحتاج لا الحب لا حتى شي حاجه. هادشي كامل من بعد ما غادي يطيب ليا كنحيدو كنطحنو. مسك البلدي احسن الملحه ما غاديش نديرها دابا، ملي كنكون داير القطاني فالملحه اخر حاجه. خرقوم او الكركم زنجبيل وراه نقدر ندير شويه ديال العطريه حتى تقرب الطيب باش هكا كتجي شويه حاره. ما كتعجبني صراحه الحريره حاره. بزاف فيكم تسولوني على لاهوت، هاد لاهوت كيجي ولدات وسهله في التحضير، فكنزولها جانبا وعاد باش كنزيد الماء على حساب كميه الحريره اللي انا باغا، وغادي نكمل معكم باقي التفاصيل. كتشوفوا غادي نطحن الخضره ديالي مع داك الكرافس عاد باش ندوز نضيفهم لذاك الحريره هذيك ونبدا نضيف باقي المكونات. ما ضفت الماء وغلا فغادي ندير كميه مشعليه اللي موصوله من قبل، وكذلك ضفت انايا هنا ابلي، ممكن ديروا محمصه ممكن ديروا العدس على حسب كل واحد وشنو كيبغي يدير في الحريره ديالو. فالاختلاف بينها وبين الحريره البلديه فقط الطحين، وممكن انكم ديروا حتى الخميره الحامضه للناس اللي كتعجبهم الحريره الحامضه. شراو صراحه التكشر ديالها ساهل الريحه والذوق او المذاق ديال الشو. من بعد ما طلعت لنا الشعليه وكذلك ابلي ضفت الطماطم المصبره شويه الكزبر والكرفس. دائما كاخر خطوه فانا كنضيف شويه ديال الكرافس والقزبر قبل ما نطفي على الحريره باش كيجي واحد البنه. يا سلام هاد الحريره عندي معتمده فعلا من بين اكثر الاشياء اللي كنجهزهم في البيت ديالي وانا فرحانه. هذا هو الطبق النهائي، فكنتمنى ان الغرفه الجلوس تكونوا استفدتوا منها، هي غرفه لمشاهده التلفاز اكيد مازال الصالون ومازال السيجور، بس غادي نشارك معكم غرفه النوم كذلك. والاهم من هذا احنا